الصلاة والسلام على صاحب المقام الحميد أما بعد بفضل الله تعالى وبالرأفة رسولنا الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أخاطب أمامكم الآن أولا قد بينت أمامكم ليس الهدي سوى هدي الله في العالم وفي الكون وهدي الله هو القرآن يتلو القرآن قبل دقائق المقري الأستاذ غلام نبی صاحب ویتلو القرآن الكريم بالصوت الجميل وبعده أرد النعت أمام محبوبنا الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم الضيف الذي يجيء من كراتشي مع شيخنا وقد سمعنا بحمد الله تعالى والآن أبين أمامكم معرفة وجيزا لهذه الجامعة هذه الجامعة اسمها نوريا رضوية بفيصل آباد في بلد باكستان التي قامت قبل تقريبا 50 سنوات وأسس هذه الجامعة الشيخنا وسيدنا سید زاہد علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی والآن یجعل هذه الجامعة ابن الکبیر الشیخ الکبیر و استاد الکبیر السید ہدایت رسول شاہ صاحب الذی موجود امامنا و یجلس شیخنا یمینا اللہ یعطی فضلا کبیرا فی الدنیا والآخرہ وفی هذه الوقت فی هذه الجامعہ تقریبا 500 الطلاب یتعلمون فی هذه الجامعہ وتقریبا نصف ومئتين الطالبات الذين يتعلمون هنا قريبا من هذه الجامعة نحن ندعو لهذه الجامعة وللأساتذة وللطلاب والمنتظمين والمعاملين بجاهك الذي أنت موجود فينا وعليك أن تدعو هناك وهنا في ليلك ونهارك وفي دعائك الله يدوم وتدوم هذه الجامعة إلى قيام الساعة الآن أدعو للخطاب للاختصار ضيفنا الكبير فضيلة الشيخ صاحب السمو الذي اسمه السيد علي طارق الرفاعي قادري حنفي من بغداد وهو يجيء أمامنا على هذا المقام ويخطب أمامنا من قلبك الأطهر عليه أن يأتي أمامنا الآن ونحن نستمع إن تريد أن تجلس تعال هنا فرما رہے ہیں کہ علماء کے سامنے کھڑے ہو کے ہی کچھ کہنا چاہیے کلہم علماء الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتحة.
والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. في بداية كلامي أنا فرح مسرور بهذه الوجوه النيرة المباركة وبهؤلاء الكرام أمل الإسلام والمستقبل. أحييكم جميعا بتحية الإسلام فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بغداد. بغداد وما أدراك ما بغداد، أرض الآل والأصحاب والعلماء والأولياء، ومن جوار مولانا موسى الكاظم، ومن جوار مولانا الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ومن جوار الغوث سيدي عبد القادر الجيلاني، ومن جوار الشيخ معروف الكرخي، ومن جوار سيد الطائفة سيد الجنيد وخاله المرشد سيدي السري، ومن جوار الشيخ عمر السهروردي، ومن بلاد الأنبياء والعلماء والصالحين إلى باكستان الحبيبة. جعل الله الأمداد والأنوار متصلة من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بغداد إلى باكستان. والله أفرح عندما أرى هذا الجمع المبارك، هذا جمع يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول لكم مهنئاً، فأنتم قد اختاركم ربنا جل جلاله وعم نواله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ويلهمه رشده، وإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. هنيئا لكم، لا أريد الإطالة، خير الكلام ما قل ودل، ولكنني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم للأساتذة الكرام طول العمر والعافية، وأن يخرج الأجيال تلو الأجيال، وأسأل الله لكم القبول والموفقية. وأقول يا شباب الإسلام، يا أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جدوا واجتهدوا لخدمة الإسلام والمسلمين. اللهم إني أسألك لهذه الجامعة المباركة ولكل من فيها أساتذة وطلابا ولكل من خدم من الذين هم الآن بجوارك وفي رحمتك، والد الشيخ العلامة الراحل رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأنزل على قبره شبابيب الرحمة والرضوان، وجعل الله قبره روضة من رياض الجنة، وأكرمه الله بصحبة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ولكم اللهم إني أسألك بدعاء جامع كامل فيه من الخير ما أنت تعلمه، اللهم إني أسألك لهم من خير ما سألك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك من شر ما استعاذك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكراً.